اول تاكست عندنا في الامتحان، طبعا دوت امتحانات الوزاره، امتحان محافظه السويس زي ما شايفين، بيقول سالو هاي جو مابيل حمزه جو سوي ني لو 27 افريل، انا اتولدت يوم 27 ابريل، جي 14 ans، عندي 14 سنه، او ليسي في المدرسه جو نيم با دو تو لي ديسان، انا ما بحبش على الاطلاق الرسم، اون كلاس في الفصل جي دو كوبان، عندي زميلين اتنين من الزمايل هاني ايرامي، ils sont souriants، souriants يعني سمايلي مبتسمين يعني، et sociables واجتماعيين، هاني اي اسي بافار، هاني شويه بافار يعني ثرثار او رغاي يعني بيتكلم كتير، رامي اي رومانتيك، رامي بيكون رومانسي، moi je suis timide، انا شاي خجول، au lycée on a des professeurs sympas، في المدرسه عندنا مدرسين سيمبا نايس لطفاء يعني، nous les trois، احنا الثلاثه، nous adorons le professeur de français، بنحب او بنعشق يعني مدرس الفرنسي، il a 45 ans، عنده 45 سنه. نبدأ نشوف الإكزرسيس أو التكست، الأسئلة اللي على التكست. dans le texte حمزة se présente، se présente بيقدم نفسه، ولا présente ses copains، بيقدم أصدقائه، ولا se présente et présente ses copains، بيقدم نفسه وبيقدم أصدقائه، ولا te présente، طبعا هو اتكلم عن نفسه واتكلم عن أصدقائه، فهيكون se présente et ses copains، بيقدم نفسه وبيقدم أصدقائه. السؤال الثاني، حمزة ايه؟ رومانتيك رومانسي، ولا تيميد خجول، ولا سيمبا نايس، ولا بافار؟ طبعا حمزة هو لما اتكلم عن نفسه قال موا جو سوي تيميد، فهو هيكون تيميد يعني خجول. السؤال اللي بعده، لو بروفيسور دو فرونسي ا، مدرس الفرنسي بيكون عنده 14 ans، 14 سنة، 45 ans، 45 سنة، 3 ans، 3 سنين، 27 ans، 27 سنة. طبعا هنا السؤال دوت يعتمد كلية ان انا اكون حافظة الارقام وبعرف كتابتها، فطبعا هو كتب لي ان هو 45 سنة، فهتبقى 45 ans. السؤال اللي بعده، حمزة ديتست، حمزة بيكره، ايه اللي حمزة كان بيكرهه؟ هو قال je n'aime pas du tout، je n'aime pas du tout، ما بحبش على الاطلاق لو ديسان، فطبعا هيبقى لو فرونسي اللي هو الفرنسيه، ولا لو ليسي المدرسه، ولا لا كلاس الفصل، ولا لو ديسان، هيبقى الاجابه لو ديسان. نروح للسؤال اللي بعده، وهو زي ما احنا ما شايفين شكل ايميل قدامنا، دو ماري @yahoo.com، من ماري، ا hugo@yahoo.com، لي هوغو. سالو موا سي ماري، هاي انا ماري، جي 16 ans، عندي 16 سنه، جو سوي فرونسيز، انا فرنسيه، جادور لي اكتيفيتي مانيويل، بعشق او بحب قوي يعني الاعمال اليدويه، دون لا شامبر في الاوضه، جي ان كيت، عندي اللي هي مجموعه الادوات بتاعه الرسم والكلام ده، انا اورديناتور كمبيوتر، et des CD، oui CD. J'aime la musique، بحب الموسيقى. J'ai trois copines، عندي ثلاثة من الصديقات، آيا، سيلين، et Annie. آيا وسيلين وأني. آيا est égyptienne، آيا بتكون مصرية. Elle aime la bande dessinée، بتحب اللي هي المجلات المصورة. Et le cirque، والسيرك. Mais elle déteste la télévision، لكنها بتكره التلفزيون. سيلين اي ايطاليان، سيلين بتكون ايطالية. ايلام سيرفي سير انترنت، بتحب تبراوز او يعني تقلب في الانترنت. اني اي انجليز، اني انجليزية. ايلام لو جو فيديو، بتحب الفيديو جيمز. اي الا اون كونسول دو جو، وعندها كونسول دو جو اللي هو الجهاز يعني، او زي الاكس بوكس، زي البلاي ستيشن، بيتقال عليها اون كونسول. ماري بارل دو، ماري بتتكلم عن، تخوا كوبين،
4 كوبين 3 من الصديقات، ولا 4 كوبين 4 من الصديقات، ولا إن كوبين صديقة واحدة، ولا 2 كوبين صديقتين. فطبعا هي اتكلمت عن 3 اللي هما كانوا آية وسيدين وأني. ماري إيه؟ ماري إيه؟ أنجليز إنجليزية، ولا إيطاليان إيطالية، ولا فرانسيز ولا إيجيبسيان؟ طبعا هي فرانسيز فرنسية. ماري هي اللي كانت كاتبة الإيميل، هي اللي بتتكلم، فهي فرنسية. ماري آ ماري عندها أن أورديناتور، ولا إن باند ديسيني. أورديناتور أورديناتور طبعا اللي هو الكمبيوتر، باند ديسيني اللي هي المجلات المصورة، سيرك عندها سيرك، ولا إن كونسول. ماري خلينا فاكرين إن هي اللي كتبت التكست بتاعنا، أو هي اللي كتبت الإيميل، فهي قالت جي أن أورديناتور. ماري آ ماري عندها 3 ans 3 سنين، ولا 13 ans 13 سنة، ولا 16 ans 16 سنة، ولا 17 ans 17 سنة. طبعا هنا 16 ans لأن هي 16، ولازم نبقى عارفين الأرقام. نبدأ في نوعية أسئلة جديدة اللي هي السيتواسيون وإزاي نحلها. طبعا السؤال كيس كون بو دير دون لي سيتواسيون سويفونت، ايه اللي نقدر نقوله في السيتواسيون. اول سؤال بيقول لنا tu t'informes sur l'adresse de ton ami. il dit tu t'informes، انت بتسأل، انت بتستعلم، sur l'adresse de ton ami، على عنوان صديقك. il dit هو هيقول، اذا هو هيقول اجابة، او هو هيقول هو ساكن فين، فهيكون mon copain habite à Tanta، صديقي بيعيش في طنطا، ولا j'habite à Suez، أنا عايش في السويس، ولا mon lycée et 5 rue de la Poste، مدرستي في 5 شارع لا بوست، ولا voilà mon lycée أهي مدرستي. طبعا خلوا بالكو إن ما ينفعش إن أنا عشان كلمة أدريس يبقى لازم دايما رقم شارع واسم شارع، لأن في ساعات حاجات مش هتنفع. هنا هو مثلا اسم الشارع جاي مع mon lycée، وهو ما سألكش على عنوان المدرسة، فهيكون غلط. فهتكون الإجابة طبعا الأحسن، أو الإجابة الصح، اللي هي جابيت أسويس، أنا عايش في السويس. هتيجوا تقولوا لي فين الأدرس، فين العنوان. هقول لكم إن الامتحانات قايمة على فكرة إن أنتوا تبقوا فاهمين اللغة مش حافظين، يعني مش وانس إني قلت لكم كلمة أدرس يبقى أنا بدور على عنوان وشارع وهكذا، لأ. الأدرس يعني كأني بقول لك أنت ساكن فين، فهي هيها كأنك بتقول لي إن أنت ساكن في السويس، أو إن أنت ساكن في شارع كذا، نفس المعنى. هنا هو الامتحانات الجديدة أو بالنظام الجديد بتعتمد على إنك تبقى فاهم لغة، وعارف إن كل سؤال ليه إجابات كتيرة محتملة، إحنا بنختار الأصح اللي بتبقى موجودة قدامنا، يعني مش شرط كل سؤال تبقى هي إجابة واحدة بس اللي تنفع له، مفيش غيرها. نروح للسؤال اللي بعده. Pour demander le caractère d'un ami. Pour demander، عشان تسأل، le caractère d'un ami، عن صفة لصديق. tu dis، انت هتقول، اذا يبقى انت هتقول سؤال. c'est qui، من هذا، طبعا ما تنفعش. comment il est، كيف يكون هو. c'est un voisin، هذا جار. comment il s'appelle، ما اسمه. طبعا هي comment il est، كيف يكون، لان بسأل بيها دايما عن الكاركتير، عن الصفات، اللي هو عامل ازاي، اوصفهولي او قول لي صفة عنه. السؤال اللي بعده، أنا مي إكسبريم سيجو، صديق بيعبر عن أذواقه، الحاجات اللي بيحبها أو اللي بيكرهها يعني. فهيقول إيل دي، هو هيقول جيم لو سينما، أنا بحب السينما. آه بون، جيد. إلام لي ماكات، هي بتحب الماكات. إيل فا سوبر بيان، هو كويس، أو إيل فا سافا سوبر بيان، ليه زيها زي سافا يعني، بس حد كويس جدا. طبعا انا بتكلم ان انا مي اكسبريم سي جو، وايل دي هو هيقول، فهو هيتكلم عن نفسه، فطبعا هيكون ايلام لو سينما. tu demandes à un ami son nom، بتسال صديقك عن اسمه. tu dis، انت هتقول je m'appelle Pierre، انا اسمي بيير. c'est mon ami، هذا صديقي. c'est باهر، هذا باهر. comment tu t'appelles، ما اسمك. طبعا انا بسال عن اسم، فهقول comment tu t'appelles، لاني بدور على question. tu prends congé d'un ami. tu prends congé، prendre un congé أو prendre congé معناها يستأذن، يقول باي باي، يعني يمشي، ينهي حوار. أنا مي تو دي، فأنت هتقول بونسوار، طبعا بونسوار مساء الخير، ودي بتتقال في بداية اللقاء. ميرسي، شكرا. أو ريفوار، إلى اللقاء. بونجور، صباح الخير. طبعا الإجابة هتكون
au revoir. Tu demandes أنا مي سون آج تو دي أنت بتسأل صديقك عن سنه فهتقول له كيل آج تو كم عمرك كومون سافا كيف حالك إلي انتليجون هو بيكون ذكي جي 15 ans أنا عندي 15 سنة طبعا أنت بتسأل عن السن وأنت اللي بتقول فأنت بتقول السؤال فهتبقى كيل آج أتو بور إيدنتيفي أن أوبجي تو دي علشان تعرف شيء هتقول سي أن باتو هذا بيكون مركب كي سي من هذا سي تان كوبان دو كلاس هذا صديق أو زميل من الفصل سي ميسيو ماهر هذا أستاذ ماهر طبعا أنا بعرف شيء فهتكون الإجابة سي تان باتو سي تان باتو هذا يكون مركب نروح لسؤال تاني اللي هو شوازي لا بون ريبونس فو وطبعا عندي فيرب افوار في الاختيارات بتاعته ففو مع فيرب افوار هيكون فوزافي دي بريسلي انتوا عندكم بريسلتس او اللي هي الانسيالات سي لو لا لي او طبعا كلمه راكيت كلمه فيمينا فهتكون سي لا راكيت دالكس سوها ايه سوها طبعا اسم بنت فانا محتاجه هنا ادجكتيف تنفع للفيمينا للمؤنث فهتكون سوها ايه ديزوردوني هي الوحيده اللي تنفع ليه لان فيها الاو الزياده اللي هي بتاعت الفيمينا غورموند اخرها او اس فدي بلوريال امباسيون وسوريون الاثنين كلمات مذكره vous vous appelez طبعا vous vous appelez ده للسؤال عن الاسم وده دايما بتيجي بكومون كومون vous vous appelez ce mes super copains مدام لقيت ce ومes super copains يعني بلوريال يبقى ce sont Ce sont mes super copains. هؤلاء بيكونوا أصدقائي من الإنترنت. أيمن إي مصطفى. طبعاً أيمن إي مصطفى يعني كأني بتعامل مع pronoun إلى avec S لأنهم ولدين. فإي من الverb اللي هنا ينفع مع إلى avec S. خلينا فاكرين إن الverb اللي آخره ER دايماً مع إلى avec S آخره ENT. وغلط لو قلتوا هناخد الverb بحرف الS لأنهم plural أو لأنهم جمع. لأن النهاية بتاعت الES تخص تو. تخص التو ما تخصش الإي لافيك اس السؤال اللي بعده شانت اون اراب طبعا شانت اخرها او اس ولسه كنت بقول لكم ان الاو اس دايما بتيجي مع التو تو شانت اون اراب فادي ا بيرو فادي ا بيرو بيرو طبعا اللي هو مكتب ودي كلمه ماسكولين فيكون فادي ا ان بيرو نيجي للسؤال بتاع الكومبوزيشن هنا هو تريبون ومال سويفون بار 3 فراس كومبليت هنا علشان اضمن الدرجه بتاعتي صح انا لازم اجاوب على الاسئله اللي موجوده قدامي بالظبط واجاوب بجمله كامله يعني ما تعملوش جمل مختصره طيب كومون سافا طبعا كومون سافا برد عليها ب سافا بيان ميرسي فهتكون Ça va bien, merci. السؤال اللي بعده بيقول Quelle couleur préfères-tu? Quelle couleur préfères-tu? إيه اللون اللي بتفضله؟ فهجاوب بجملة كاملة هقول Je préfère مثلا le rouge. وخلوا بالنا إن لازم الألوان بتيجي معاها le. فلو rouge, le bleu وهكذا. Et quel sport tu aimes? Et quel sport tu aimes? وإيه الرياضة اللي بتحبها؟ فبرضو هقول جيم إجابة كاملة جيم وأقول اسم الرياضة اللي بحبها مثلا جيم لا ناتاسيون أنا بحب السباحة يبقى أهم حاجة في السؤال دوت إن أنا لازم أجاوب عليه بجمل كاملة طبعا أخلي بالي من السبالينج بتاعي أخلي بالي من الفيرب لما بيتغير شكله السؤال اللي بعده ودوت اللي هو يخص ان انا اكتب رايتنج من 15 ل 20 كلمه اكري دو 15 افان مو دون سو سوجي لازم التزم فيه بان انا اكتب اوصل لعدد الكلمات المطلوبه واتكلم عن الموضوع اللي هو طالبه مني تحديدا واذكر الاليمنتس اللي هو قايلها مثلا كولور اللون يبقى انا لازم اتكلم عن اللون ديسكريبسيون الوصف فانا لازم اوصفها ce que tu as dans ton sac à dos, il est موجود في شنطة المدرسة فأنا لازم أقول إيه اللي موجود فيها
نبدأ مع بعض نشوف example مثلا للكتابة دي. فأنا هبدأ أقول جي un sac à dos. mon sac est واختار مثلا لون ليها، لان انا اول حاجة عندي عايزة اتكلم على اللون، فهقول mon sac مثلا bleu et noir، لونها ازرق واسود. الديسكريبسيون يخص ان انا اقول صفة عنها مثلا، فهقول il est petit. il est petit، هي صغيرة، شنطة صغيرة. وممكن أزود بعض الوصف زي مثلا إن هي عليها وردة، عليها رسومات، الحاجات دي. بس ممكن ما نحتاجش كمان ده، لأن أنا لسه في عندي سؤال تاني لازم أجاوبه، ولازم أخلي بالي أنا إمتى بوصل للليمت ويرد بتاعتي، عشان ما أكتبش كلمات كتير وبعد كده أجي أتفاجئ إن أنا عديت العشرين كلمة وما كنتش جاوبت على أجزاء معينة. فأنا هقول إن هي إلي بتي، وهبدأ أخلي أغلب الكلمات اللي متبقية عندي في الجزئية بتاعت ce que tu as dans ton sac à dos اللي موجود في شنطة المدرسة، وهقول dans mon sac à dos il y a، وأقول مثلا une trousse des livres et des كايه. بكده انا تقريبا وصلت لعدد الكلمات اللي مطلوبة، فمش محتاجين ان احنا نزود اكتر من كده علشان ما نعديش العشرين كلمة، فيبقى عندي مشكلة في ان انا عديت عدد الكلمات. كده احنا خلصنا الامتحان الاولاني، ميرسي، وان شاء الله الفيديو اللي جاي نحل فيه امتحان تاني. لو في اي اسئلة طبعا ممكن تكتبوها في الكومنتس وهرد عليها ان شاء الله. Au revoir.